الأمريكي تشارلز فريزر بيقول: مهما كان حجم ما أهدره الإنسان من حياته، فإنه يمكنه دائما العثور على وسيلة للفداء حتى وإن كان جزئيا. أما الكاتب الواعظ المعمداني جون بايبر فبيقول: الفداء لا يعني الكمال، فالشخص المفدي لابد له من إدراك نواقصه. ومن معاني كلمة فداء إنها الفدية، أو الفلوس اللي بندفعها لتخليص شخص مخطوف أو أسير، وهي بتستخدم كمان في تعبير دارج جدا اللي هو كبش الفداء. والتعبير ده بيستعمل بشكل فعلي بمعنى ضحية للتكفير عن الذنوب، وبشكل معنوي لما بنطلقه على شخص بيعاقب بذنب غيره أو بيعاقب ليكون عبرة لغيره. تعالوا نشوف مين اللي ممكن ينطبق عليه التعبير ده بالشكل المعنوي والفعلي مع بعض. تعالوا نعرف هو مين. هو مين؟ فداء اسم من أسماء المسيح فداء؟ وعلى فكرة ده مذكور في العهد القديم والعهد الجديد كمان. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبر وقداسة وفداء. المسيح يسوع صار لينا فداء، في كورنثس الأولى 1:30. في اسم تاني برضو: فداء لشعبه. فداء لشعبه، أرسل فداء لشعبه، أقام إلى الأبد عهده، قدوس ومهوب اسمه. مزمور 111 عدد 9. المسيح الإله المتجسد جه علشان يدفع دمه تمن لحريتي وحريتك، فنتخلص من عبودية الخطية، نتخلص من قيود إبليس. في دراسة سريعة لكلمة الفدا، بتشير كلمة الفدا في العهد القديم في أغلب الأحيان إلى خلاص الجسد. العبد أو الأسير المحكوم عليه كان يدفع دية يفتدي نفسه بيها، فيدفع مثلا كمية فلوس معينة يسميها فدية أو فداء. الكلام ده درسناه في خروج 13:13 و21:30، هنلاقيه بوضوح وتفاصيله واضحة هناك. لكن في العهد الجديد بتشير كلمة الفداء للخلاص من الخطية ومن نتائجها. المسيح جه علشان يفديك بعد ما كنت عبد الإبليس وللخطية، إنسان بلا كرامة. يجي واحد ويقول أنا هدفع تمن حريتك، بقولك تعال نستغل الفرصة ونقبل فداءه. اقبل فداءه ليك، آمن بيه، هتخلص أنت وأهل بيتك. المسيح الفداء معاك. هو مين؟ Me.